يعطيكم العافية جميعا معكم الدكتورة غادة مجموعة اللواتن الدولية في دبلوم صيدلة مادة علم السموم طيب محاضرتنا اليوم هي المحاضرة رقم ثلاث وهي المحاضرة الأخيرة في مادة علم السموم رح نحكي فيها عن أمثلة كمان على مواد إلها علاقة بأنها تظهر لي آثار سمية سو so, شو هاي المواد الكيميائية شو آلية عملها كيف تسبب لي هي التوكسوك التوكسيك افكت او شو علاقتها بالتوكسيكولوجي طيب أول إشي رح نحكي فيه في محاضرتنا اليوم عن الكنبس أو الماريجوانا، طيب إحنا بالعربي بنسميها الماريجوانا أو نبات القنب، تمام؟ هلا الإسم لإلها اللي هي الماريجوانا أو زي ما إحنا بالعربي بنسميها ماريجوانا، الإستخدام لإلها بيستخدموا الليفز بيستخدموها كسموك وكشوينج، يعني بيستخدموا الأوراق إما بدخنوا فيها أو اللي هو للمضغ، كلياتنا بنعرف اللي هي الماريجوانا كيف بيستخدموها اللي هي لها علاقة منها بالجهاز العصبي كيف إنها مثلا خلينا نحكي بتريحه سو بيستخدموها source plant عم نحكي عنها بت already toxic effect or symptoms of toxicity بحكي لي إذا أخذت على جرعات كبيرة بتبلش تعطيني ال dependence producing شو يعني dependence producing يعني تعطيني آثار بعد ما الواحد جسمه يبلش يتعود عليها depending صار عليها الأكيد أفكت في عنا النوجيا الڤوميتين سلايفيشن، داريا، بزنس، مينتال كونفوجن و ويكنس يعني تقريبا اثارها التوكسيك بتشبه اثار لما حكينا عن النيكوتين حكينا فكره اللي هي النوجيا الفوميتينج تمام هاي اوريدي شائعه عند كل لما يكون عندي اي شيء سمي عاده او تسمم يعني بتظهر عندي النوجيا فوميتينج لكن فكره السلايفيشن اللي هي زياده افراز اللعاب إلها علاقة كان كمان بالنيكوتين فبتقدروا تربطوا بينهم التنتين يعني الأشياء المشتركة تسهلوا حالكم الحفظ الدزنس منتل كونفيوجن بحكي لي والارتباك يعني بطل في تركيز تشويش في الإدراك والذهني إن جنرال والويكنس اللي هو التعب العام هاي شكل الورقة تبعت النبتة وهذا الشكل المركب الكيمياء اللي في داخلها اللي بسبب لي هذه الأعراض اللي هو التترا اللي هو الأكتف كيميكال في الماريجوانا طيب. The primary neuroactive compound in cannabis is tetrahydrocannabinol ورمزه THC، اعرفوا اسمه وعرفوا رمزه كمان، أوكي؟ okay؟ في الامتحان إذا جبت لكم THC وسألت عنه لازم تكونوا عارفين إنه هو اسمه tetrahydrocannabinol، طيب. Depending on أو اعتماداً على الـ strain of cannabis والكانبس كنبات يعني كسلسلة نباتات، هلأ بالنباتات بيكون في عنا اللي هي عائلة وبتفرع منها اللي هي فروع، يعني من عائلة القنابيات مثل الكنابس في عنا اللي هي الماريجوانا في عنا نباتات تانية كمان تابعة لنفس العائلة سو الفكرة بحكي لي هون إنه بناء على الكنابس the plant may have approximately 3 to percent of THC يعني النبتة بتحتوي على التترا أو النباتات بتراوح فيها نسبة التترا في النبات القنب إن جنرال، لكن فكرتنا في اللي هي الماريجوانا النسبة تكون عنا أعلى من هيدرو طيب There is some evidence that tetrahydrocannabinol تأثير التتراهيدروكنابيلا بناء على أدلة يعني التست وتجارب عملوها can reduce nausea and vomiting during anti-cancer drug يعني لاحظوا أو لاحظوا مع أنه هذا الدواء أو هاي المادة الفعالة اللي في هذه النبتة على جرعة كبيرة بتسوي لي أثر سمية لكن تذكر في حاضرة المقدمة حكينا كيف أنهم بيحاولوا يستفيدوا من هاي المواد السامة لمصادرها طبيعية بحيث قادر استخدمها في علاج أعراض لأمراض أخرى فنفس الإشي أريد يكون ذاكرة عن الكانسر وفكرة أنهم بيستخدموا أدوية في علاجه هلأ في هذا الدواء لاحظوا أن تيترا بقلل آثار اللي بتسببها أدوية الكانسر يعني الناس اللي عندها كانسر وبتاخد أدوية راح تلاحظوا انه اثارها الجانبيه دائما نوجيا اند فوميتنج اللي هو الاقياء والغثيان ففكره التترا وجدوا انه ممكن يقلل من هاي الاثار يعني ممكن المريض ياخذ دواء الكانسر والاثار الجانبيه قليلها بانهم يعطوه شوي من التترا كفكره هاي لساتهم لكن هل طبقوها ستل لسه طيب Tetrahydrocannabinol can reduce nausea and vomiting during anti-cancer drug, improve appetite in people with HIV or misamil AIDS. بحكي لك وجدوا انه كمان بحسن من شيء عند المرضى اللي بيعانوا من مرض اسمه نقص المناعة المكتسبة الـ HIV أو زي ما متعارف عليه في مجتمعاتنا اسم الشائع اللي هو الإيدز، تمام؟ Or to treat chronic pain and muscle spasm، يعني وجدوا انه تترا هيدروكانابيلول كمان دفاعة اللي بقدر استخلصها بتراكيز معينة لأني أستفيد منها في مجالات كتيرة، فأقلل النوجة والـ اللي بتسببها أدوية الأنتي كانسر. اثنين أزيد الشهية عند ناس بيعانوا من مرض الـ HIV أو الـ AIDS ثلاثة أقلل الكرونيك بين الألم المزمن اللي بصاحب الناس اللي عندها أمراض مزمنة والمصل السبازم اللي تشنجات العضلات طيب تترى كانابينول الفارمسوتيكال فورم منه اسمه درونابينول حد. Lidronabinol, a pharmaceutical form of tetrahydrocannabinol, has been approved by the FDA as an appetite stimulant for people with AIDS and as anti-emetic for people receiving chemotherapy. معناته التترا هيدروكانابينول كشكله غير مستخدم لكن الشكل المصنع منه اللي هو الدرونابينول بنقدر تعرفوا احنا بنقدر في اللي هو تركيبات الكيمياء نصنع دواء ما استخلص بس من النبته اكون مثلا عارفه تركيب الكيميائي لو بقدر اصنعه كيميائي فالدرونابينول هو الشكل الفارماستيكال فورم من التترا واخذ الموافقه من الاف دي اي ليستخدم كمحفز للشيء يعني بيرفع الشهيه عند يعني الناس اللي بتعاني من مرض الايدز وأنتي انتي شو يعني انتي اللي هو مضاد للغثيان والاستفراغ انتي ايميتك للبيبل اللي بيستقبلوا او اللي هو بيستفيد بيستخدموا على ادويه الكيموثيرابي اللي هي العلاج الكيميائي للكانسر هذا اللي بيرفع لهم فكرة السايد افكت از نوجي اند وومتنج فوجدوا انه الدرونابينول بخفف من هذه الاعراض سو so هاي نقطة كتير مهمة بنسأل, بنسأل عنها عادة انه الدرونابينول بستخدمه از انتيماتيك للبيبل Uh, receiving chemotherapy أو اللي هو بستخدمه للبيبل اللي عندهم إس لرفع الشهية فاعرفوا لي اسم تبعه. هيك بنكون ذكرنا ال... كيف شو الأشياء الإيجابية اللي ممكن آخذها من التترا هيدروكانابينول وشفنا اللي هو الصيغة الفعالة العلمية اللي بيستخدمها الهيدرونابينول لعلاج حالات كثيرة أو أمراض خلينا أعراض معينة في أمراض أخرى طيب نيجي هلا على الأدفرس إفكت يعني التترا كموضوعنا كتوكسيك إفكت لإله شو ممكن يسبب لي؟ الأدفرس إفكت بينقسم إله لجزئين كيف لما حكينا على النيكوتين عندي في البداية وبعدين لقدام شو بصير أعراض أخرى نفس الإشي في عندي short term وفي عندي long term التترا على short term بسبب لي acute effect may include anxiety اللي هو زي القلق المفرط تمام والتوتر البانيك اللي هو نوبات الهلع اللي بمر فيها الشخص impaired attention and memory ضعف impaired يعني ضعف أو قليل، impaired attention يعني الانتباه بصير ضعيف، والميموري نفس الشيء الذاكرة، بتصير الذاكرة ضعيفة عند هذا الشخص، والattention الانتباه، يعني ممكن يصير في أحداث حواليه ما يتذكر منها كل إشي، وبنفس الوقت ما ينتبه على الأشياء اللي بتصير حواليه بإدراك تام، ما في واعي أو إدراك تام للأمور اللي بتصير حواليه. And increase the risk of psychotic symptoms، وال inability to Take it clearly or think it clearly طيب فpsychotic symptoms المقصود فيها اللي هي اعراض لها علاقه ب اللي هي الاشياء النفسيه ف على الجهاز العصبي باثر كمان على النفسيه سو psychotic symptoms مثل الهالوسينيشن ممكن يصير بزيد خطر الاصابه بهذه symptoms وكمان عدم القدره على التفكير بوضوح لما نحكي تشوش ذهني اوريدي ضعف في الادراك والوعي العام فأكيد التفكير ما بيكون واضح للناس اللي بتاخذ ماريجوانا أو تترادوا كنابينول على جرعات عالية short term على المدى القصير هاي الأعراض اللي بتظهر عندهم طيب لو استمر الشخص على ياخذ هذه الجرعات شو ممكن يصير مع الوقت معه على اللونج term نبدأ نشوف heavy long term exposure to marijuana may have biological based physical mental behavioral consequences يعني بحكي لي على المدى البعيد راح نلاقي في عندي مشاكل consequences اللي هي تبعات لفكرة الاستخدام للعواقب لاستخدام الماريجوانا على فترات زمنية طويلة راح تأثر على الفيزيكال منتال والبيهيفير اللي هو على السلوكيات على الذهن على الحركات اوريدي كمان اللي هي الفيزيكال and maybe associated with disease of liver, lung and heart لا قدام بنصير نلاحظ إنه هذا الشخص صار عنده أمراض في الكبد في الرئتين وفي القلب، فالفكرة إنه مو بس على الشورت تيرم بس بيكون عندي اللي هو anxiety, panic uh, attack or panic in general ال attention, uh, uh, attention وال memory وال clearly thinking بيكون كلياته قليل، لأ كمان لقدام لا بنلاحظ رح يصير في عندي أمراض في الأعضاء نفسها مش بس اللي هو على الجهاز العصبي ولا على اللي هو العامل النفسي يعني سو so, من بعدين في عندي امراض في liver lung and heart mothers who, uh, mothers who use marijuana during pregnancy واحنا حكينا ما بنستخدم مثلا النيكوتين ما بنستخدم مثلا الكول خلال فتره البريجنسي للامهات اللي بستل بيستخدموا الماريجوانا اثناء فتره الحمل children تبعونهم رح ينولدوا ب elevated level بنسب عالي مستويات عالية من إصابتهم بالدبريشن الاكتئاب هايبر اكتيفيتي فرط الحركة والنشاط العالي impulsivity and inattention impulsivity المقصود فيها اللي هي الحركات الغير زي كأنه خلينا نحكي المتزنة في حركات هذا الطفل تمام عدا عن الانقباضات اللي بتصير لا إرادي الانقباضات والانبساطات زي فكرة اللي هي الرجفة أو الرعشة تمام والإنانتنسون نفس الشيء اللي هو بيأثر على الإدراك عدم الانتباه عدم الوعي فطفل بين ولد بديبرشن بي اكتئاب يعني الديبرشن المقصود فيه كمان لما نحكي في علم الأدوية شو هو الديبرشن رح نعرف إنه مش بس حالة نفسية عادية لا هو فعلا في الدماغ عندي كمية نيورو نواقل عصبية أقل من المستوى الطبيعي تبعها سو so الفكرة بصير في عندي تبعات تانية بيأثر على حياة الشخص in general سو so عند الأطفال هايبر اكتيفيتي زي ما حكينا فرط الحركة الامبلسيفيتي والان الانتنشن طيب فالفكرة إذا أي امرأة حامل المفروض تبعد عن أي مصدر خطر لجنينها استل كمان حتى ببساطة إذا الأدوية ما بتقدر تاخذ كل أنواعها فما بالكم في النيكوتين ولا في الماريجوانا التتراد كنابينول الألكول إلى تعرفوا لي الأدورس إفكت مين منها شورت تيرم ومين منها بيكون عندي لونج تيرم لونج تيرم اربطوها بالأمراض اللي رح نشوفها فيزيكال اللي هي ليفر لانج اند هارت وعلى البريجنسي شو ممكن يأثر على الطفل لكن على الشورت تيرم مرتبطة بالجهاز العصبي مرتبطة بالعامل النفسي السايكوتيك والتفكير يعني والوعي ان جنرال هيك بنكون غطينا التتراهيد وكنابينول لا تنسوا لي فكرة اللي هو الدرونابنول شو أهميته وكيف استخدموه في المجال الطبي نجي هلا على البيستسايد البيستسايد كمصطلح معناته المبيدات ان جنرال البيستسايد إلى لقسمين الانسكتسايد والهيربسايد يعني المبيدات الحشرية انسكتسايد الهيربسايد اللي هي المبيدات اللي بيستخدموها على النباتات من اسمها انسكت الحشرات انسكتسايد هيربس النباتات هيربسايد فالبيستسايد سواء مبيدات حشرية أو مبيدات خلينا نحكي نباتية المقصود فيها اللي أنا بتخلص من أي شيء على النباتات أو أي نباتات خلينا نحكي ضارة الفكرة both of them شو ممكن يسببوا لي أعراض سمية على الإنسان؟ هلا بنشوف، أول إشي بحكي لي شو هي الإنسكتوسايد؟ بحكي لي kill the insects يعني بتقتل الحشرات، بينما الـ كيل kill or damage plants بتتخلص من النباتات، لما بنحكي نباتات الضارة أو النباتات اللي مثلاً تلفت، فأنا عشان المحصول كله ما يتلف، فأنا بتخلص منها. source المصادر تبعت الإنسكتوسايد بحكي لي synthetic chemistry. أو بلانتس يعني ممكن إني ألاقي مبيدات حشرية تصنيعها كيميائي وهذا شائع جدا وممكن يكون عندي مصادر نباتية بينما المبيدات النباتية خلينا نسميها اللي هي herbicides هي عبارة عن سنتاتيك كيمستري يعني مواد مصنعة كيميائيا مانيفاكتشرد باي اندستري يعني تصنعت بس بالتصنيع ما بلاقي مصادر طبيعية عشان تتخلص من النباتات تمام شوف الابزوربشن الـ اللي لإلهم بيشبه بعض في عندي عبر الانتستن يعني ممكن انه هي هذه المبيدات الحشريه تدخل على جسم الانسان كيف عبر الامعاء يعني عبر الجهاز الهضمي عبر الـ respiratory system عبر اللانكس المقصود فيها عبر التنفس الشهيق بالاخير تدخل عندي على اللانكس وعبر السكن يعني عبر على البشره يعني اوكي okay؟ نفس الشيء الابزوربشن بالنسبه للهربسايد system ريسبيراتوري سيستم اللانكس skin التوكسيسيتي سيمتومز نشوفهم كمان مع بعض كمان نفس الإشي ان جنرال المبيدات شو ممكن تسبب لي بغض النظر هل هي مبيدات حشريه ولا مبيدات نباتيه شو ممكن تسبب لي كتوكسيك افكت على جسم الانسان بيحكي لي وين بتاثر على النيرف سيستم على الجهاز العصبي وفي عندي رينج اوف بروبلمز ديبندينج اون كيميكال وفي عندي بيحكي لي الاساس على الجهاز العصبي لكن في عندي مدى من المشاكل بيختلف حسب شو الماده الكيميائيه اللي دخلت عندي على الجسم تمام؟ لكن in general لما نحكي على المبيدات بتأثر سلباً على الجهاز العصبي للإنسان. طيب نشوف الأفكار مع بعض اللي بتهمنا يعني بتلزمنا نعرف أنه exposure to pesticides كان occur through food, drinking water, home use of pesticides, indoor insect control أو... through the occupational exposure يعني بيحكي لي كيف ممكن الإنسان يتعرض لهذه المبيدات بيحكي لي يا ما عبر الطعام يعني هو مثلا أكل فواكه أو فوق يعني نباتات إنجرة ما كانت مغسولة منيح كان عليها مثلا بس واستخدمها أكلها ممكن تنتقل عبر الووتر عبر شرب الماء ممكن الانسان في داخل منزله عم بيستخدم هذا البيستسايد، مثلا ما لبس لبس جلوز ولا كمامه ولا غطى مثلا حتى العينين بالمناسبة تتاثر مباشره، فالمفروض لو بدي استخدم مبيدات سواء حشريه او مبيدات للنباتات فرضا حدا عنده نباتات وبده يستخدم لها مثلا مبيدات، لازم اللي هو يحرص انه ما يلامسه بشرته، ما يستنشقها، ما لما بده ياخذ مثلا من هذا الفوضى اللي يغسلها مني يعني ما تدخل عندي على الانتستين سو بحكي لي ممكن الانسان يتعرض لها اذا هو بيستخدمها في منزله كمان الاندور انسكت كنترول كمان اذا انا مثلا بستخدم مبيدات حشريه في داخل مثلا المنزل او في المنطقه اللي انا عايش فيها وكمان ثرو occupational اكسبوجر يعني بحكي لك في المكان اللي انت بتشتغل فيه ممكن يكون في تعقيم للمكان رش مبيدات حشرية مثلا ما خبروا الموظفين ممكن الموظف اللي هو ببساطة يا إما يلمس الأسطح أو يلمس الأسطح اللي صار عليها أو رشوا فيها هاي المبيدات أو ممكن الوعي بالاستنشاق إلى آخره فبحكي لي إنه التعرض لهذا البيستيسايد مش كتير صعب يعني ممكن يتعرض له الإنسان حتى هو مش واعي طيب فالبيستيسايد has two basic principles of toxicology في عندي مبدئين لانه الانسان يتعرض لاعراض سميه اذا استخدم المبيدات الحشريه او مش اذا استخدمها اذا تعرض لها يعني او المبيدات الحشريه او المبيدات النباتيه على اي اساس بتعتمد بحكي لي على مبدا الدوز ريسبونس يعني على مبدا الجرعه وهذا الشيء حكيناه في المحاضره السابقه لما حكينا الجرعه عندي ممكن تكون اكيوت وممكن تكون كرونيك بوظف لهم بيعطوني آثار سمية لكن ممكن واحدة تظهر مباشرة والكرونيك تظهر لي بعد فترة زمنية معينة فبيحكي لي البيستيسايد إلها تو بيسك برينسبل للتوكسيكولوجي عشان تعطيني التوكسيك افكت لها في تو برينسبلز اللي هو عندي مبدئين واحد دوز ريسبونس يعني الدوز الجرعة ريسبونس الاستجابة حسب الجرعة والإنديفيجوال سنسيتيفيتي شو يعني إنديفيجوال سنسيتيفيتي بيحكي لي الحساسية اللي بتكون عند أشخاص معينين في بعض الناس أجسامهم حساسة بتختلف عن أجسام ناس تاني فالإنديفجوال يعني فردية sensitivity اللي هي الحساسية تمام اللي بيهمنا أكثر واللي رح نركز عليه فكرة الدوز ريسبونس تمام يعني فكرة الإنديفجوال sensitivity ممكن في نفس العائلة في نفس البيت أشخاص من نفس العائلة خوان مثلا الأول يتأثر في المبيدات الحشرية ويتضرر والتاني ما يتأثر شو الفكرة؟ فرق طبيعة أجسام بس لكن هذا لا يعني إنه عادي يضل يتعرض له لفترة زمنية طويلة ممكن يكون جسمه خلال هاي اللحظة ما تعرض أو ما صابته الأعراض as acute لكن ممكن تظهر عنده as chronic فمهم إن جنرال نبعد عن مصادر التعرض للبستيسايد طيب بستيسايد work by كيف بتشتغل بستيسايد؟ يعني آلية عملها أو ليش ممكن هذا البيستيسايد يتأثر عندي على الإنسان بحكي لي آلية عملها إنها interfering with some basic biological function that is essential for life يعني بصنع البيستيسايد بشكل عام بصنع المبيدات إنها تكون آلية عملها بإنها تخرب الوظائف الحيوية عند أجسام هذه الحشرات تمام بحيث لما أغير في البيولوجيكال فانكشن لإلها أنا أقضي عليها وأتخلص منها فانترفيرنج انترفيرنج يعني بتتداخل with some basic biological function مع وظائف بيولوجية أساسية لا إنه هذا الكائن الحي يبقى على قيد الحياة فلما لما تخرب عليهم هذه الوظيفة البيولوجية بالأخير هذا الكائن الحي بيموت تمام تمام هيك آلية عمل يعني هو بصنعوها بهذا الهدف عشان تخلصوا من عنا الانسكت مثلا بحكي لي لأنه كل الكائنات الحية بغض النظر هل هي مثلا ثدييات حشرات اي شيء كل الكائنات الحيه فيها نقاط مشتركه في البيولوجيكال ميكانيزمز يعني في انا عندي ميكانيزمز في عندي اليات عمل بيولوجيه مشتركه عند كل الكائنات الحيه بغض النظر هل هو انسان حيوان حشره الى اخره فبحكي لي because all living organisms share many common biological mechanisms لانها تشارك باشياء مشتركه بينهم في اللي هي الآليات البيولوجية فعشان هيك البيستسايد بتأثر عنا على الإنسان فالبيستسايد are never specific to just one species عشان هيك البيستسايد آثارها الضارة ما بتكون بس على صرف واحد من الكائنات الحية اللي هي مثلا الحشرات اللي تصنعت الأعسان عشان نتخلص منها كمان عشان هيك بتأثر عندي على الإنسان most chemical insecticides act by poisoning the nervous system لأنه النقطة المشتركة في تصنيع المبيدات in general إنها بتستهدف الجهاز العصبي للحشرات خصوصا المبيدات الحشرة بتستهدف الجهاز العصبي للحشرات فبحكي لي هذا الإشي كمان بيأثر على الجهاز العصبي عند الثدييات in general يعني على الحيوانات وعلى الإنسان ليش؟ لأنه التركيبة البيولوجية في الجهاز العصبي هي مشتركة عند كل الكائنات الحية، أوكي؟ okay؟ والمواد بنسميها النواقل العصبيه اللي موجوده في الاجهزه العصبيه كمان مشتركه فعشان هيك البستيسايد بتسبب لي اثار سميه عند الانسان مع انه شو هدف تصنيعه كان اتخلص من الحشرات لكن هل وارد انه الانسان ممكن يتاثر منها وممكن يوصل لدرجه الوفاه كمان ممكن so most chemical insecticide act by poisoning the nervous system تأثير على الجهاز العصبي the central and peripheral nervous system of insects is fundamentally similar to that of mammals الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي أو المحيطي الموجود عند الحشرات هو أساسا نفسه مشابه بشكل كبير للموجود عند الثدية so this means that a given specific or sufficient exposure insecticide will adversely affect the human health بحكي لي يعني لو الإنسان تعرض لهذه المبيدات الحشرية بكميات كافية وكميات كبيرة كمان رح تأثر على صحة الإنسان طيب ليش الجرعه اللي انا برشها مثلا على المبيدات الحشريه ممكن تاثر علي سلبا بس ما اموت منها؟ انا حكيت لكم بوصل لمرحله الموت اذا صار في عندي تراكمات مثلا منها او على جرعه كثير كبيره، لكن لو بحكي مثلا انا بدي استخدم مبيدات حشريه في البيت تمام؟ الحشرات عندي ماتت، لكن انا كمان تضررت بس ما متت مثلا، شو الفكره؟ بحكي لي الفكره هون ببساطه فرق الحجم فقط انه الدوز اللي مصنعه على ح... بالنسبه لحجم هذه الحشره هي بالنسبة لحجمها كبيرة فالدوز عالية بالنسبة للجهاز العصبي تبعها فبتقتلها بتتخلص منها فهي قاتلة ليثل بينما لجسم الإنسان جسم أكبر جهاز عصبي أكبر فالجرعة هاي ما بتتخلص من جسم الإنسان أو بتتخلص من الإنسان لكنها بتأثر سلبا عليه So the insecticides are lethal to insects, هي قاتلة للحشرات because of the high dose نرجع لفكرة الدوز exposure الجرعة كبيرة على جسم صغير فالاستجابة تكون الدث فهي lethal effect على الانسكت because of high dose لأنه الاكسبوجر relative to body size الاكسبوجر يعني التعرض لهذه الجرعة من المبيدات الحشرية relative له علاقة بالبدي سايز بحجم الجسم اللي عم يتعرض لهذه الجرعة فحجم الحشرة مقارنة مع حجم الإنسان أكيد فرق الحجم كبير وواضح سو so الجرعة بتقتل هذه الحشرة it's lethal to the insect لكنها ممكن ما تكون lethal للإنسان لكنها ستيل بتأثر سلبا عليه واضح الأفكار لحد هلا يا جماعة طيب نيجي هلا على ال classes of insecticides اللي هي التصنيفات أو الأصناف اللي ممكن أشوفها اللي هي للمبيدات الحشرية بحكي لي في عنا الأورجانو كلوراين أورجانو كلوراين البايريثرويد الاورجانو فوسفيت والكارباميت. الشائع جدا هو الكرباميت يا جماعه تمام فالفكرة كانت اعرفوا لي شوي الكلاسز اوف insecticide يعني لو سالتكم all of the following considered as insecticide واعطيتكم بالخيارات تختارولي مثلا هدول او تختارولي all of the above اوكي أورجانوكلوران، كلورانت فوسفيت نيجي هلا على part الherbicides الherbicide بيحكي لي used to kill or damage weeds that compete the food crops يعني بتحكي لي بصنعوا لي إياها لأنه تخلصوا من الأعشاب الضارة الweeds that compete لأنها هي بتكون بتنافس المحاصيل الزراعية فعشان هي ما تتلف المحاصيل الزراعية هي still في نفس المحصول فبتخلص من هذه الأعشاب الضارة فبستخدموا الherbicide كيف صنعوا الherbicide بحكي لي المواد الكيميائيه اللي بتصنع على انها هيربيسايد مصنفه او مصممه انها تقتل النباتات وليست الحيوانات فعشان هيك بشكل عام هي تعتبر اقل خطر على الانسان مقارنه مع المبيدات الحشريه يعني المبيدات النباتية أقل خطر على الإنسان مقارنة بالمبيدات الحشرية، ليش؟ حكى يعني المبيدات الحشرية آلية عملها بتشتغل على الجهاز العصبي للحشرة، والجهاز العصبي للحشرة بيشبه الجهاز العصبي عند الإنسان، فبالتالي الإنسان بتأثر، بينما الهربسايدز مبدأ عملها إنها تتخلص من النباتات والخلية النباتية تركيبتها مختلفة عن الخلية الحيوانية اللي موجودة في الحيوانات والموجودة كمان عند الإنسان. عشان هيك بشكل عام الهيربيسايد ما بنحكي انها مش مضره ابدا مضره للانسان لكن ستيل هي اقل خطر مقارن مع المبيدات الحشريه فكروا فيها هيك انواع الخلايا اللي بتشتغل عليها الهيربيسايد واللي عليها الانسكتسايد مختلفه فعشان هيك المبيدات النباتيه اقل خطر على الانسان مقارنه مع المبيدات الحشريه.

فاعرفوا لي كمان المثال على الهيربيسايد مثل ما عرفنا أمثلة الانسكتسايد أوكي بشوف الادفرس افكت كيف ممكن تأثر عندنا على الإنسان الادفرس افكت بحكي لي إن جنرال طبعا هلا هو بحكي لي هلا على البيستسايد يعني رجع شمل للهربسايد ورجع شمال للانسكتسايد مع بعض بوث اوف ذم بأثروا سلبا على الانسان لكن مين اللي اقل خطوره الهربيسايد مين اكثر خطوره على الانسان الانسكتسايد وهي بيجي سؤال عليها يا جماعه طيب الادفرس افكت pesticide يعني both of them the herbicide and insecticide exposure pesticide exposure can result in a range of neurological health effects بتأثر على الجهاز العصبي للإنسان مثل ال adverse effect منها اللي toxic effect يعني ال memory loss فقدان الذاكرة loss of uh, loss of coordination اللي هو فقدان التناسق أثناء الحركة reduce reduce the speed of response to stimuli وهي نقطة مهمة شو يعني speed of response to stimuli يعني جسم الإنسان هلا لما يتعرض لمحفز في اله ردة فعل يعني مثلا إحنا هلا في المطبخ وإجت إيدي على الفرن أو على النار ردة الفعل إني يعني أنا ببعد إيدي ردة فعل ببعد إيدي عن مصدر الخطر تبعي فهاي اسمها response to stimuli يعني أنا استجابة للمحفز اللي قدامي المحفز اللي قدامي كان مصدر خطر فالجسم ردات لو بتذكروا في الأناتومي حكينا ردة فعل عكسية سريعة لازم الإنسان يشيل إيده تمام تمام بحكي لي إذا بتعرض للبستيسايد ردة الفعل بتكون بطيئة مقارنة مع شخص ما عنده سمية من هذا البستيسايد فعشان هيك بوصف لي إنها reduced speed يعني السرعة صارت قليلة of response to stimuli الاستجابة للمحفز تمام هاي نقطة مهمة reduced visual ability كان بيأثر عندي على اللي هو على الرؤية أو على ال البصر خلينا نحكي على تركيبة العين قلت لكم العين حساسة جدا كمان عنا اللي هي الالترد altered or uncontrollable mood and general behavior يعني المود المزاج عندي والسلوكيات in general بشكل عام تتغير وبتصير uncontrollable يعني غير قابل التحكم فيها يعني بصير زي خلينا نحكي شخص بصير شوي زي ردات فعل مبالغ فيها يعني عداء شوي والسلوكيات الجنرال بيهيفير مش مثل انسان طبيعي اوكي لانه بأثر على الجهاز العصبي كمان ريديوس موتور سكيلز بصير عندي قلة في المهارات الحركية أو اللي بنسميها الموتور سكيلز، موتور سكيلز اللي هي الحركية فبصير في عندي زي بطء أكثر، ردات فعل زي ما حكينا بطيئة أكثر، فالموتور سكيلز بتصير عندنا قليلة. مقارنة يعني مثلا خلينا نفرض في شخص رياضي وصابته سمية من هذه البيستسايد ممكن مباشرة اللي هو مثلا عداء ممكن تصير عنده سرعتي أبطأ مثلا بيأثر هذا الإشي لأنه على الجهاز العصبي وردات الفعل والإستجابة الكوردينيشن التناسق خلال الحركات فهذا أكيد رح يأثر عندي على المهارات الحركية فهاي بالنسبة adverse effect of نيجي هلا في عندي الاكيوت ingestion وفي عندي الكرونيك اكسبوجر يعني اذا باخد هذا الجرعه من البيستسايد اكيوت يعني أخد جرعه كتير كبيره مره واحده بالمقارنه مع اني عم بتعرض لهذا البيستسايد لفترات زمنيه طويله لكن في المره الواحده الجرعه بتكون قليله يعني تتراكم عندي في الجسم الاكيوت اوف organochlorine insecticide رجع ذكر لي مين عن الانسكتسايد اللي هم عن المبيدات الحشرية لأنه زي ما حكينا تأثيرها مضر أكثر من الهربسايد تعرض الشخص لمبيدات حشرية منها أشهر مثال الأورغانوكلورانز على جرعة كبيرة خلال فترة معينة يعني في الجرعة الواحدة هي كبيرة مرة واحدة كان result in loss of sensation around the mouth يعني فقدان الشعور بالإحساس حوالين الفم هايبر سنسيتيفيتي يعني زيادة الحساسية لإيش؟ لا لللايت للساوند للتاتش يعني لا الضوء للأصوات ولللمس حتى يعني ممكن هو الشخص إذا حدا لمسه أو هو لمس في إشي ممكن يوصل لمرحلة إن هو هايبر سنسيتيف لإله يشعر بألم ما عنده اللمسة كانت عادية ليش الأطراف العصبية عندي عم تتأثر فهايبر سنسيتيفيتي لللايت بصير ينزعج من الضوء بشكل كتير كبير من الأصوات من التاتش كمان الدزنس اللي هو الدوار التريمر الرعشة زي ما حكينا واللي هي الارتجاجات اللي طبعا لا إرادية غير متحكم فيها نوجيا فومتينج اوريدي نعرفها اللي هي الغثيان والاستفراغ او اللي هو والكونفيوجن الارتباك لو بدي اترجمها المقصود فيها هون اللي هو الوعي عندي والادراك مش صحيح يعني الواحد زي مرتبك تمام مش عارف يركز على شيء واحد فهو كونفيوجن اوكي okay? هاي بالنسبة للأيكيد إنجيشن للإنسكتسايد يعني إذا تعرضت لهذا الإنسكتسايد مرة واحدة لكن بجرعة كبيرة ممكن تظهر عندي هذه الأعراض الكرونيك اكسبوجر بحكي الكرونيك اكسبوجر للانسكتسايد كان كوز ممكن تسبب لي التعرض للمبيدات الحشريه على فتره زمنيه طويله يعني مثلا كل يوم بتعرض لهذه المبيدات الحشريه كل يوم عم بتعرض لجرعه صغيره بس يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم زادت الجرعه فببلش تظهر عندي هذه الاعراض الويت لوس فقدان في الوزن muscle weakness ضعف في العضلات headache صداع بشكل مستمر anxiety توتر قلق And range of other neurological complaints يعني شكاوي لها علاقة بالجهاز العصبي بإشكال مختلفة لكنها بتظهر بشكل خلينا نحكي زي من العدم يعني مثلا شخص ما بيعاني من صداع أو مثلا ما عنده شقيقة أو صداع نصفي لكن فجأة صار بيعاني إنه هو آخر فترة عنده صداع دائم وبشكل مستمر، تعب عام، فقدان وزن بشكل مفاجئ بدون سبب مع انه الاكل مثلا ما تأثر مثلا، بس هي في بالمناسبة بتأثر عندي على الشهية كمان فممكن يسبب اللي هو الويت لوس بهذه الطريقة، anxiety <applause> range اوف اذر neurological complaints ان جنرال اللي هي شكاوي متعلقة بالجهاز العصبي ان جنرال، طيب فان جنرال يا جماعة شفتوا خصوصا في بلدان اوروبا وتركيا من ضمنها بصيروا يرشوا مبيدات حشرية مثلا كل فترة وفترة هاي لا تتعرضوا لها كمان يعني انت ممكن, ممكن تحكي مثلا الشباك مفتوح وما بتعرض لها بشكل مباشر لكن مرة على مرة مرة على مرة رح تتخزن في الجسم وبعدين ممكن تسبب هذه الآثار السمية بهذه الطريقة فانتبهوا لهذا الإشي عدا عن هيك بيأثر على الرؤية بشكل كبير زي ما أريد ذكرنا هون هلا الفكرة إنه ممكن الواحد يحس إنه حكة في العين بس لقدام بصير يأثر عنا كمان على اللي هو النهايات العصبية كمان في الأطراف في العين إلى آخره فممكن يأثر عنا على الفجول أوكي الفجول أبيلتي فانتبهوا لها وأي تلامس فرضا أنت عم تستخدم مثلا مبيد حشري ولامس البشرة مباشرة بغسله وبتخلص منه مش بس بمسح مسح لازم غسل بالماء بالصابون بتخلص منه لأنه قدرتهم على إنهم يخترقوا طبقات الجلد سهلة فهاي نقطة مهمة طيب فهاي النقاط انتبهوا لها يا جماعة بالنسبة للبيستسايد حكينا, حكينا عن البيستسايد عندنا parts insecticide انسكتسايد herbicide قبل البيستسايد حكينا عن الكنابس or اللي هو الماريجوانا او زي ما بنسميها بالعربي الماريجوانا اوكي okay؟ طيب هيك بنكون غطينا اللي هو البيستسايد نيجي هلا على اعراض السمية الها علاقة ببعض العناصر الثقيلة عنا الليد الليد اللي هو الرصاص within the body lead is absorbed and stored in our bone blood and tissue هاي نقطة كتير مهمة في ناس على طول فترة حياتها وجابوا وعملوا أبحاث هذا الاشي طول فترة حياتها ما بتعاني ولا من أي شيء بس تبدأ تكبر بصير يظهر عندها أمراض معينة لما حللوا وجدوا أنه عندهم رصاص مثلا في الدم شو الفكرة كانت بيحكي لك طول فتره حياته هو تعرض لهذا الرصاص مثلا او سواء اريدي اكيد بشكل غير مقصود لكن تعرض لهذا الرصاص الرصاص بتخزن عندي في العظام لما يبدا الانسان يكبر في العمر تبدا العظام عنده تتحلل كلياتها نعرف هذا الشيء الواحد بس يبلش يكبر بالعمر ما في شيء بحافظ على قوامه بشكل صحيح يعني بصير في عندي اللي هي طبيعه جسم الانسان بصير في عندي اللي هي التحلل العظام بحكي لك لما وجدوا انها بلشت تتحلل صار الرصاص عندي يتحرر منها وينفرز في الدم فبدا يسبب لي امراض معينه عند كبار السن فمهم جدا انه الرصاص يعمل يعني بعد الاشي انه الرصاص بتخزن في العظام في البلد في الدم في التشو في الانسجة it is stored there as a source of continual internal exposure وليش بتخزن فيهم بسبب التعرض المستمر لهذا اللد فبصير له اللي هو تخزين في له في اللد في البون في البدي في البلد في التشو As we age بس نكبر بالعمر our bone demineralized demineralized هاي اللي زي ما حكيت لكم عنها بتتحلل اللي هي المعادن اللي فيها تبلش تتحرر and the internal exposure may increase فالتعرض الداخلي للجسم الأعضاء الداخل تبلش تتعرض للليد بشكل كتير كبير ليش لأنه تحرر هلأ فبالتالي هذا هل بيعطيني result نتائج ل larger release of lead from the bone tissue تعرضت للرصاص أكتر فمعناته اتروكسك. Symptoms أو التوكسيك إفكت منه رح نبلش نشوفه بشكل أكبر لما الواحد يبدأ يكبر بالعمر، فنقطة مهمة إنه الواحد يعني يحافظ على صحته خلال فترة اللي هو مثلا نحكي على الأطفال لمرحلة الشباب لمرحلة اللي هو راشد تمام، لكن ممكن أنا أستهين بهذه الشغلات وبس الواحد يكبر بالعمر تبلش تظهر معه هذه المشاكل أو هذه الأمراض أو هذه اللي هي التوكسيك إفكت. نشوف الشورت تيرم سيمبتومز. هذا لا يعني أنه التعرض للرصاص في عمر صغير ممكن ما يعطيني آثار سمية. إحنا يعني بنحكي التعرض المستمر على فترة زمنية طويلة خلال الحياة ممكن يظهر بسن متأخرة. لكن إذا شخص تعرض له بكمية كبيرة as acute exposure بيظهر أكيد الأعراض السمية بتظهر عندنا. فالشورت تيرم سيمتومز بيكون في عندي abdominal pain ألم أه في البطن، constipation أه إمساك، tired, headache, loss of appetite يعني تعب صداع، فقدان في الشهية memory loss فقدان في الذاكرة pain or tingling in the hand and or feet what well, we can general. ضعف تعب عام pain الألم or tingling يعني مثل بس زي النخز في الأطراف في الأيدي وفي الأرجل okay في ناس تظهر عندها في الأيدي في ناس في الأرجل so it's and or feet okay الجنرال يعني النهايات العصبية بتتأثر الجهاز الهضمي بيتأثر الميموري التعب العام، الصداع إلى آخره. الـ exposure of high level of lead may cause إذا بتعرض للليد بجرعات كتير كبيرة ممكن يؤدي لي هذا للأنيميا فقر الدم، weakness تعب ودائم مستمر، kidney and brain damage يصير عندي دمار في الدماغ وفي الكليتين. و very high lead exposure can cause death في ناس تتعرضت تعرضت لليد بكميات كبيرة جدا ممكن هذا يؤدي للوفاة مباشرة فهي نقطة مهمة بالنسبة لها التسمم من عنصر الرصاص نيجي على الميركوري اللي هو الزئبق ال exposure to metallic mercury most often occur when metallic mercury is spilled or when a product that contains metallic mercury breaks so the mercury is exposed to the air. يعني بحكي لك كيف الواحد ممكن يتعرض للزئبق؟ بحكي لك إنه مثلا آه المركري عندي اللي هو يصير انسكاب لهذا الزئبق، كلياتنا بنعرف الزئبق مش صلب اللي هو سائل تمام؟ شفتوا هذا المقاييس درجة الحرارة القديمة كيف كان فيها اللي هو المادة هاي السيلفر الفضية هو هذا الزئبق اللي هو السائل أوكي فالمركري كيف ممكن الشخص يتعرض له؟ بحكي مثلا إذا انسكب مثلا ناس بتشتغل في المختبرات تلامست مع هذا المركري اللي انسكب أو مثلا أجهزة كان فيها مركري ولما انكسرت صار في عندي اكسبوز تعرض المركري للهواء الجوي يعني الغلاف الجوي فصار عندي موجود في الهواء لكن إن جنرال هو as spelled يعني بس اللي هو ينسكب شو السيمتومز لإله يعني للتوكسيك افكت من المركري بحكي لي الـ symptoms of prolonged and acute exposure نقطة مهمة للزئبق سواء تعرضت له لفترة زمنية طويلة يعني مثلا مصانع معينة بتستخدم الزئبق ومخلفات هذه المصانع بتطلقها في الهواء ففي عندي زئبق في الهواء فالإنسان بستنشقه مثلا على فترة زمنية طويلة أو لو بتعرض للسمية مرة واحدة منه الأعراض هي نفسها يعني ما في عندي short term وفي عندي long term فالأعراض نفسها هي مذكورة في هذا النقطة So the symptoms of prolonged and or lack exposure include the tremor كلها تنصرنا عارفين لما يكون عندي مادة بتأثر على الجهاز العصبي التريمر اللي هو زي الرعشة emotional change يعني مثلا عندي المود سوينج الـ اللي هو تغيرات المزاج وتقلباته بشكل كتير كبير في اللحظة الواحدة، nervousness العصبية in general فعندي تغيرات emotional مسمى لي العاطفية insomnia الأرق عدم القدرة على النوم أثناء الليل، الـ neuromuscular changes يعني اللي هو التعب عندنا في العضلات نتيجة للإشارات إنه الأعصاب عندي مع العضلات فـ neuromuscular changes بسبب اللي هو السمنة المتابقة فـ weakness in general. هدك الصداع لو بتلاحظوا لحد هلأ هل كل اشي اشتغل كآثار سمي على الجهاز العصبي أهم عرض بيكون عندنا أو العرض المشترك اللي هو الصداع disturbance in sensation يعني بصير في عندي خلل في الشعور في الإحساس مش الإحساس الداخلي الإحساس اللي هو كحواس عندي ففي عندي disturbance in sensation change in nerve responses الاستجابات العصبية كمان بصير في عندي عليها تغيرات هذا الشيء مفروغ منه والفور منتال بيرفورمانس اللي هو الأداء الذهني بصير ضعيف سواء من تركيز سواء من تذكر سواء من إدراك الأشياء المحيطة كل هالشغلات بتصير أقل من مستواها الطبيعي. <applause> The high exposure may cause kidney effect or respiratory failure with death كمان بحكي لي الهاي high exposure لو بتعرض لذوق في كميات كتير كبيرة ممكن كمان تسبب للدث ممكن respiratory failure تأثر على الجهاز التنفسي والكدني effect in general فهاي النقاط اللي مذكورة بالنسبة ل المركري هلا على الارسنك اللي هو الزرنيخ الأرسنك is a natural component of the earth crust and it's widely disturbed Uh, distribute throughout the environment in the air, water, land. It's highly toxic material. بحكي لي وين الزرنيخ موجود؟ بحكي لي هو أساسا كمادة طبيعية موجودة عندي في قشرة الأرض وطبيعي جدا ألاقي موجود عندي في الهواء، في المي، في اللاند، في الأرض إلى آخره. المهم إنه الزرنيخ هو highly toxic. يعني ما بيعتمد على جرعة عشان يبلش لي يعطيني أعراض جانبية. الارسنك هو هايلي توكسيك ماتيريال ذا ايميديت سيمتومز اوف الاكوت ارسنك بويزنينج الاعراض اللي بتظهر بشكل مباشر ايميديت فورا من تسمم من الارسنك او الزرنيخ عندنا vomiting abdominal pain و diarrhea لاحظوا كلمة دياريا بتنكتب بطريقتين دياريا أو دياريا اللي شفناها بالصيد السابق أو اللي قبله الفكرة المهم بوثف نفس الإشي في عندي vomiting عندي abdominal pain وفي عندنا دياريا يعني الاستياء ألم في البطن إسهال هدول الأعراض هي أول إشي أول ما أتعرض لسمية من الزرنيخ بتبعها مباشرة numbness and tingling of the extremities يعني خدران وشعور بالوخز في الاكستريميتيز المقصود في الاكستريميتيز اللي هي الاطراف اللي هي الاطراف الايدي الاصابع الارجل الى اخره كمان muscle cramping بصير في عندي تشنجات في العضلات وممكن الدث في الاكستريم كيسز إذا كانت الجرعة اللي تعرضت لها الزرنيخ كتير كبيرة ممكن مباشرة دون ما حتى على حالة على هذه الأعراض ممكن تؤدي إلى الدث بشكل مباشر. طيب، إذا تعرضت للزرنيخ على long term exposure يعني مثلا الأرسنك موجود عندي في أرض وأنا ساكنة جنب هذه الأرض وعم بتعرض لها أو مثلا في الاير إلى آخره. term exposure من الأرسنك from drinking water and food ممكن يدخل على الجهاز جسم الإنسان عبر الجهاز الهضمي في شرب الماء أو الفود زي ما حكينا هو موجود هون so ممكن إنه عادي أتعرض له من drinking water and food ممكن يسبب لي بحكي لي cancer و skin lesions اللي هو cancer ومشاكل في البشرة يعني عادة بالأخير بتوصلوا فكرة اللي هو سرطان الجلد بسبب الأرسنك. It has also been associated with cardiovascular disease and diabetes وجدوا أن الزرنيخ ممكن كمان يسبب مشاكل في جهاز الدوران أمراض القلب في in general بغض النظر هي شو كانت و اللي هو السكري طيب فالأرسنك in general إذن البويزنينج لإله يا إما بشكل مباشر يا إما على long term لكن بغض النظر عن الجرعة هو highly toxic material يعني مقارنة مع الليد مقارنة مع الملك اللي ذكرناه الأرسنك هو أكثر سمية مقارنة معهم كلياتهم طيب إلا ما تكونوا سمعتوا بقصة صراحة ناسي اسم الحاكم أو الملك اللي تخلصوا منه لكن كيف مات لما دخلوا عليه لأبو غرفته ميت شو كانت الفكرة دخلوا عنده على غرفته وعند اللي هو على الجدران حطوا طبقة أرزنخ ودهنوا عليها والارسنك يعني الزرنيخ وصار اللي هو هو نايم في الغرفة عم بتعرض للزرنيخ لكل يوم على جرعات لما جسمه تشرب تماما وبالاخير دخلوا عليه يوم لقوه ميت كانوا حتى حاطين لي فكرة صراحة مش متذكرة القصة بالترتيب او بالتفصيل لكن فكرة انه ما كان حد يدخل على غرفته الا هو فاستغربوا انه كيف هو مات ففكرتها كانت اللي هي بسبب الزرنيخ لما دخلوا عملوا تعديلات في غرفته وحطوا له طبقة من الزرنيخ فهاي نقطة إنه الزرنيخ هو highly توكسيك ماتيريال بينتقل على جسم الإنسان بكل بساطة عبر الهواء عبر الووتر food لاند إلى آخره طيب فهيك يا جماعة بنكون غطينا الزرنيخ لو بتلاحظوا في نقاط مشتركة كتير بينهم أنتم حاولوا احفظوا الاشي المميز يعني شو اللي مميز الزرنيخ عن غيره مثلا إنه نسبة اوف ذا اكستريميتي احفظوها هاي الها علاقة فيه بالنسبه للمركري نفس الشيء شو اثر او شو الاشي المهم في المركري انه سواء اخذته على اكيو دوز او اخذته على برو لونج تايم الفكره انه الاعراض هي نفسها مثلا قراوها آه الليد عندي مثلا على الشورت تيرم شو بسبب؟ على اللونج تيرم شو ممكن يسبب مثلا الانيميا ما تكررت الا عندنا في الليد فالانيميا مثلا آه بالنسبه لل سواء اللي هي الهرب او الأنسكتسايد يعرفوا لي امثلتهم والادرس افكت لهم ومين اللي اخترع الانسان اللي اتفقنا ان هي الانسكتسايد هي اللي اخترع الانسان وحكينا في فكرة البيستسايد الدوز ريسبونس هي المهمة اللي الجرعة والاستجابة لإلها الانديفجوال سنسيتيف بتلعب عامل مهم كمان انه اجسام شخص لشخص يكون واحد حساس والتاني لا فات كمان بيلعب دور البيستسايد ذكرناها وحكينا عن adverse افكت بالنسبة لل تيترا هيدروكنابينول اللي هي المادة اللي كانت موجودة عندنا وين في الماريجوانا واللي حكينا تيترا شو بسبب وفكرة كيف استغلوا النقطة فيها وصنعوا الصيغة اللي أخذوا عليها ترخيص من الإف لدرونابينول لإنه يستخدموها في أعراض لحالات مرضية معينة مثل الإيدز ومثل الكانسر طيب فهيك يا جماعة محاضرتنا بتكون خلصت إن شاء الله في حدا عنده أي سؤال على محاضره يعرفوا الاشياء المميزه من كل ماده شو بتميزها عن الثانيه اوكي وغالبا الاسئله بتكون هيك دايركت من السلايد يعني ما فيها اي مشكله مثلا امتحان امتحان مو الاسبوع الجاي امتحان الاسبوع اللي بعده اوكي لا تهكلهم يعني منها بيكون عندكم وقت تدرسوا ومنها كمان يعني ما تكون امتحانات كلها ورا بعض طيب في أي سؤال ثاني يا جماعه هيك اريد ماده السموم بتكون اوريدي خلصت هي بس عباره عن 3 ليكتشر تمام الاسبوع القادم برجع بعتلكم لكم الماده ان شاء الله راح نبلش بماده علم الادويه برجع بعت لكم الماده بتطبعوها مثلا عشان اذا بدكم تتبعوا وبعد ما ناخذ الاسبوع القادم من علم الادويه الاسبوع اللي بعده بمتحنكم برجع بأكدلكم على موعد الامتحان على الجروب ان شاء الله يعطيكم العافيه يا جماعه